مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في هذه التغطية الحية والمستمرة يوميا على شاشة التلفزيون المصري. على مدار الساعة الحدث الأبرز والذي تستضيفه أرض الكنانة، تتواصل فعاليات قمة المناخ العالمية COP27 بمدينة السلام شرم الشيخ بمشاركة دولية واسعة. هذا وتعقد جلسات اليوم تحت عنوان يوم الحلول، وهو آخر الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ لتحقيق COP27، فعلى شعار المؤتمر معا للتنفيذ من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة والربط بين الحلول المبتكرة والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي من خلال عملية متعددة الأطراف تضم جميع الشركاء. ويجمع يوم الحلول بين ممثلي الحكومات والشركات والمبتكرين لتبادل خبراتهم وأفكارهم بهدف نشر الوعي وتبادل الخبرات. الأطراف. إن هذا الدعم تجلى من خلال دعم المدن، الأقاليم، أوساط الأعمال، المستثمرين، المجتمع المدني، وكل ذلك ساهم في إنجاح مؤتمرنا في دورته 27. ونحن نحاول أن نبني على الشراكة التي بدأت في مراكش والتي تبين أن الجهات من خارج أو الجهات أصحاب المصلحة من غير الأطراف لديها دور مهم جدا في مجال العمل المناخي. وهن شراكة مراكش والأبطال المناخ على العمل على هذه الشراكة. مختلف الجلسات والفعاليات التي انعقدت على هامش المؤتمر ووفرت لنا جملة من الأفكار والتوصيات حول كيفية حشد الموارد والأنشطة، وتحديدا أنشطة أصحاب المصلحة من خارج الأطراف في العمل المناخي. وقد تجلى ذلك من خلال مشاركتهم في كافة الأيام المواضعية ضمن الفعاليات الرئاسية لهذا المؤتمر. وقد حققت هذه الجهات نجاحا كبيرا ومكنتنا من التعامل مع التحديات المناخية التي تواجهنا جميعا. والهدف بطبيعة الحال هو إغلاق كافة الهواة والردمات. ومن المهم أيضا أن نعمق هذه الشراكات بين الجهات من الأطراف ومن خارج الأطراف، وفي سياق أعمال هذا المؤتمر مؤتمر الأطراف نحن نسعى إلى تفعيل كل هذه المبادرات والشراكات بين شراكة مراكش، مبادرات الرئاسة وغيرها. إن رئاستنا تتطلع لتلقي تقاريرا من الأطراف حول التقدم المحرز على مستوى تنفيذ النتيجة، أهداف نتيجة المناخ، العمل المناخي العالمي. نطمح أن تكون الأجندة هذه مساهمة قوية لتعزيز الجهود في مجال التكيف والصمود، وذلك من باب الأولويات. أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أدعو كافة الأطراف وغير الأطراف أن تدعم جدول أعمال هذا بالغ الأهمية. ومن الأمثلة الأخرى على هذه الشراكات البناءة بين الجهات من الدول وغير الدول هي عقد 5 منتديات إقليمية قبل مؤتمر الأطراف على المستوى الإقليمي لتمويل العمل المناخي والأهداف الأخرى. اللجان الإقليمية 5 التابعة للأمم المتحدة وبالتعاون مع أبطال العمل المناخي وممثلي الحكومات والمنظمات المالية المؤسسية الإقليمية والمحلية والدولية اجتمعوا جميعا على هذا المستوى الإقليمي من أجل تحفيز المساهمات والتمويل في مشاريع حيوية إعدادا لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. نحن مستعدون لمتابعة هذه النتائج، والهدف بطبيعة الحال ترجمة المشاريع من المستوى المفهومي إلى مستوى الجهوزية الاستثمارية في التنفيذ، كما أننا نتطلع للعمل مع شركائنا حول هذه المبادرة
المبادرة لعقد الدورة الثانية من المنتدى الإقليمي في العام المقبل. أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أشكر أبطال العمل المناخي لدورة مؤتمر الأطراف في الدورات 26 و27 السادة ناجل توبينغ ومحمود محي الدين. وأنا على ثقة بأن أبطال المناخ لمؤتمر الأطراف بدورات المستقبلية أيضا سيدفع إلى الأمام، خصوصا على مستوى الحوار والتفاعل العملي بين كافة أصحاب المصلحة، والهدف هو تعزيز المساهمة الإيجابية في العمل المناخي العالمي. شكرا جزيلا. I would like to invite أدعو الآن مديرة هذه الجلسة السيدة أمنية عمراني، وهي مبعوثة الشباب لدورة مؤتمر أطراف هذه، والتي ستنقلنا إلى الجزء المتعلق بأصحاب المصلحة من خارج الأطراف. شكرا سيدي، يشرفني أن أكون معكم اليوم لكي نبدأ الجزء الثاني من منتدانا حول العمل المناخي العالمي. بداية اسمحوا لي أن أقول أن هذا الاجتماع المهم إنما سلط الضوء على طموحات وجهود الجهات من خارج الأطراف وصولا إلى الأهداف المشتركة. الأسبوعان المنصرمان بينا كيف أن كل اجتماع في القاعات المخصصة للخطوات والعمل المناخي كانت أساسية، وقد استمعنا إلى أصوات الجميع وتحديدا الشباب والأطفال، وكان لدينا خيمة مخصصة للشباب والأطفال للمرة الأولى في تاريخ مؤتمر الأطراف، كما أننا استمعنا إلى أصوات قادة اليوم وقادة المستقبل. هذا المؤتمر هو مؤتمر الأطراف للتنفيذ، وقد شهدنا ذلك من خلال الخطوات التي جاءت من قطاع الأعمال، الأموال، المدن ومنظمات المجتمع المدني. ختاما أود أن أنقلكم إلى الجزء الأخير من هذا البند من جدول أعمالنا، وتحديدا هذا المنتدى المخصص للعمل المناخي رفيع المستوى. So I hope that you feel as inspired as I am. And I would like to introduce the moderator of the next segment, the former president of Ireland, the paladin for human rights and climate justice, a very special youth ally, and the chair of the elders, Mary Robinson. I'd like to welcome you to the floor. حليفة السيدة ماري روبنسون التي انضمها إلى المنصة والتي تناول الكلمة. Thank you very much. شكرا جزيلا أمنيات كل السيدة روبنسون. كل شكرا.
وأنا مسرورة لحضوري هنا لأن هذه الجلسة سترفع معنوياتنا. لقد جرت مناقشاتنا طويلة في نهاية مؤتمر 27، تم التقدم بالتزامات وتبادل المعلومات، ولكن يجب أن نوجه أنظارنا إلى المستقبل. ماذا لو كانت الظروف الأفضل أمامنا ويمكننا أن نرسم شكلها؟ وإذا كان الأمر كذلك، لما لا نتحرك أكثر ونتكلم عن الموضوع أكثر؟ لأننا لا نتكلم بما يكفي، نريد مستقبلا من الطاقة النظيفة مع المجيء بمزيد من التنوع البيولوجي وتجنب انقراض الأجناس إلى آخره. في الواقع عندنا هيئة واسعة من المحاضرات. نعم، ثلاث نساء، أنا سعيدة بذلك لأن عدد الرجال كبير من حولنا. إذن يسرني ذلك، وسأدعوهن الواحدة تلو الأخرى وسيقفن إلى المنصة وتكلمنا عن رؤياهن بشأن المستقبل باختصار، ثم سينضمن إلي وسنتحدث مطولا. أرحب بناشطة البيئية من الإكوادور إلينا غولينغا. هل تسمعونني؟ لك الكلمة لينا. شكرا جزيلا ماري على هذه المقدمة. إن رؤيتي للمستقبل هي المجتمع المحلي، منطقة سراياكو في الأمازون. حين كنت طفلة كنت أمشي حافية بين في الأعشاب، حيث كنت أضع قردا على رأسي وكنت أمشي أو أركب ظهري حمارا. وفي أي حال لا أستطيع أن أتصور أن دياري ستغرق نتيجة الفيضانات. كل يوم أشعر أن أحد الأصدقاء أو أحد الأقرباء سيقتل لأنه يحمي منزله ودياره. وتكلمت عن الغابة الحية، لا أستطيع أن أتصور عالما حيث نحن الشباب علينا أن نعالج عواقب عدم مسؤولية الكبار وما يسمى بزعماء العالم وقادة العالم. أنا أتصور مستقبلا حيث لا ينبغي أن نخاف من فيضان آخر أو من آثار آخر أو من حريق آخر أو الخوف من وقوع أحد المدافعين عن الأمازون مقتولا. وأنا أفكر في الأطفال، في أطفالكم، في أطفال لا أستطيع أن أتصور أنهم لا يمكنهم أن يناضلوا من أجل مستقبل البشرية. أنا أتصور هذه الغابات الحية، هذا ما أريد أن أتصوره. شكرا، شكرا جزيلا لك. والآن أدعو امرأة ثانية، هي مختارة أو رئيسة بلدية سنغال التي تكلمنا عن المستقبل الذي تتصوره. إذن شيلاندو تفضلي. مساء الخير، شكرا جزيلا. أود أن أتكلم عن رؤيانا المستقبلية بالنسبة إلى مدينة لوساكا في المستقبل. الآن فيوتشر ناو، شباب لوساكا يكونون قد أخذوا أعباء خلق الوظائف من خلال فرص الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر مع نظم إعادة تدوير وابتكارات. فالمرأة والمجتمعات المحلية يجتمعون مع لإنشاء مدينة أنظف وأكثر صمودا مع الاستفادة من الفرص التي يوفرها الانتقال. وإن مفتاح تحرر المرأة والشباب قد استخدم، فمن خلال مواجهة التحديات التي تسببتها أزمة المناخ اليوم، لقد بنيت الثقة مع كافة الناس الذين يجتمعون معا، حيث أن المدينة تنمو
لتناغم وانسجام مع محيطاتها محترمة الطبيعة. نريد أن نرى مدينة خضراء سليمة مع فرص رائعة للجميع. شكرا. شكرا لك شناندو. والآن أنضم إلي للترحيب بالمديرة التنفيذية للمسرع الذكي للمناخ راكل موزس التي ستشاطرنا رؤيا. طابت أوقاتكم تقول راكل موزس، هل تسمعونني؟ ممتاز. إذن رؤيا المستقبلية هي الأعاصير والفيضانات والحرائق. الفكرة هي مزيد من الهيدروجين في الكاريبي، حيث لا نناضل من أجل الطاقة المتجددة وحسب، بل عندنا تصدير صافي للهيدروجين من أجل دعم صناعة السياحة ودعم خلق فرص جديدة من خلال هذه الأزمة. فيضان من المبادرات الفردية لنرى كيف نخلق الحلول التي تساعد أو ليس لتجنب مزيدا من الانبعاثات، بل خلق حلول تمتص الكربون وتعويض عن البلاستيك لبناء بيئة أفضل ومستقبل أفضل لمزيد من المداورة والشمولية وخلق الوظائف للناس. أتصور حريقا مريا من الابتكارات باتجاه التنوع الحيوي والحلول الجديدة وتبادل كربون أزرق واستخدام هذا السوق لتمويل التكيف. المستقبل الذي أتصوره هو المستقبل الذي هو مستقبل ابنتي، حيث الفرص ضئيلة ومحدودة. الفكرة هي أن نتشاطر هذا المستقبل العظيم في كاريبيا، حيث نصدر الحلول للعالم المتقدم ونتشاطر الجمال الذي نعيشه في كل يوم من حياتنا. شكرا. لقد سمعتم إلى ثلاث رؤى من ثلاث نساء رائعات سيعاونني في هذا النقاش، وأريد أن أقول لكم من أين أتاني الوحي شخصيا. أتى من امرأة قائدة أحد الشبكات، هي من الشعب الأصلية، اسمها جيد بيغو. هي موجودة هنا في مؤتمر الأطراف، وهي مسؤولة في الواقع عن القسم المخصص للشعوب الأصلية. هذا البافليون هو القسم رائع، وعندها مثال في المكسيك: ماذا لو كانت الأيام أو الأزمنة الأفضل بانتظارنا؟ في الواقع هي كذلك، هذه هي الحقيقة، ولكن للأسف نحن نعيش أسوأ الأزمنة. هذا لا يبدو ذكيا، ولكن الفكرة هي أن لدينا الخيار، قد نختار أن نعيش الأزمنة الأفضل. سمعت مناقشات عن الأزمنة الأفضل واتلافات والالتزامات حول الأزمنة الفضلة والجميلة في هذا المطر، ولكن للأسف ولأننا لم نلتزم بالحد من الانبعاثات بنسبة 45% في السنوات السبع المقبلة بحلول عام 2030، ونحن لسنا على الطريق الصحيح. في الواقع نحن علينا أن نتجاوز هذا الحاجز. وسأعطيك الكلمة راكل، لأنك تكلمت عن طريقة المجيء بالحلول. كلميني عن بعض من هذه الحلول التي قد تخلقينها أو قد رأيتها هنا. في الجواب: في الواقع رؤياي المستقبلية لا تتعلق بدولة مستقبلية علينا أن نبدأها أو مرحلة نبدأها. لقد بدأت الأمور، كلنا نتعاون من أجل طاقة نظيفة، تصدير الهيدروجين النظيف من أجل وضع حد لاستخدام الكربون، لفك الكربون. كلنا نستخدم النفايات البلاستيكية من أجل تحويلها إلى إسمنت معزز. نحن كلنا نرى ريادة الأعمال، حيث أن المحيطات المحترة تستخدم لحلول أخرى.
في الواقع ليس أننا لا نعرف كيف الوصول إلى الهدف، التحدي هو أن نسرع الأمور، ونحن نحتاج إلى مزيد من الدعم. أنا أؤمن كل الإيمان بأن الأمور التي نركز عليها ستتحقق، وإذا لم نتكلم عن رؤية المستقبل حيث نعمل من أجل المستقبل مقابل الرؤية التي نتجنبها أو المستقبل الذي نريد تجنبه، فأننا سنسلك طريق المستقبل الذي لا نريده. يجب أن نركز على الإيجابيات وعلى الابتكار وعلى الشباب والحلول الجديدة وعلى ما يمكن أن نفعله. المستقبل قد يكون أجمل مما اختبرناه في الماضي، وعلينا أن نبدأ التفكير في المسار الذي سنسلكه من دون أن تغيب أنظارنا عن ذلك. شكرا. شكرا شيلاندو، أنت رئيسة بلدية مدينة لوساكا، ماذا تفعلين لكي تعطي المثل للآخرين، وماذا تفعلين تحديدا في لوساكا؟ أولا يسرني أن آتي لمؤتمر الأطراف لنرى ما تفعله المدن ونتعلم من هذه المدن وما يتم تحقيقه. في الواقع في مدينتي تعاون أصحاب المصلحة مع جهات مختلفة مع مشاركة من المجتمع المحلي، وبفضل ذلك فإن الناس الموجودين في الميدان وتكلموا على المستويات الدنيا أخذوا بالسياسات، إذن هم يمتلكون عملية الانتقال هذا، وقد كان هذا مفيدا لنا. على سبيل المثال نحن نشاركهم وهم يشاركون في العمل المناخي وفي حماية البيئة، حيث يتم زرع الأشجار. وفي الواقع أن جزءا كبيرا من مدينة لوساكا مفتوحة وفيها مجموعة من المستوطنات، حيث هنالك الآبار السطحية التي تستخدم لنهل المياه منها، ويجب أن نعمل على ذلك. ونحن نعزز الشراكات وتحتنا الشراكات مع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة، نعبئ الموارد من أجل التنفيذ، ونعمل على اللامركزية أيضا، وهذا ما نفعله في مدينتنا. السؤال: هل أقمتم شراكات من أجل التعلم من هذا المؤتمر، وهي تعليم ستحملينها معك إلى لوساكا؟ نعم بالفعل، لقد كلمت المدن الأخرى عما فعلته. عندنا ما يسمى رئيس البلدية الشاب أو مجلس البلدية الخاص بالشباب، وهذا ما نفعله من أجل الشباب للتواصل، ولكننا نقترض من المدن الأخرى ونحاول أن نرى ما تفعله هذه المدن، وهذا يفيدنا كثيرا. شكرا. شكرا لنا. أظن أن هذا الحديث صعب بالنسبة إليك، وأذكر باجتماعنا في مؤتمر الأطراف 26، وصلتني رسالة عن غضب امرأة أصلية في الأمازون وأتت من بعيد إلى غلاسكو ولم يسمع أحد، والنساء القياديات أردنا أن يتكلمنا. وأنت كنت على تلفزيون سكاي تي في، أنت من الأكوادور وأنت هي جزء من الأمازون، وقد ظهرت على التلفزيون وتكلمت عن الأمازون، وأنا على ثقة بأن هذه المرأة ما زالت غاضبة. لا أريدك أن تصفي صورة جميلة زاهرية، ولكن أريدك أن تقولي كيف تتصورين المستقبل الأفضل. نعم أتذكر أنني التقيت بك في العام الماضي برأيي بالنسبة إلى الشعوب الأصلية التي كانت مغيبة في السياسات المناخية. نحن لا ندرك في الواقع أن معظم الغابات والنظم الحيوية الموجودة على كوكب الأرض هي تحت حماية الشعوب الأصلية، وكما قلنا سابقا فكل يوم عبر في العالم يرى ناسا من الأمازون يحاربون ليحموا الأمازون والغابات، أنهم يقتلون ويتم غض الطرف عن الموضوع، وهنالك صمت من جانب المجتمع الدولي، علما أن هذا يحصل بشكل يومي. ولا نتكلم عن قتل هؤلاء الأشخاص وحسب، يموت أطفال لأنهم يتسممون من العفريات أو من الزئبق.
من المنافي للعقل أن نأتي إلى هنا حيث ما زلنا نسمع عن كلام مفاده وقف استغلال النفط في المستقبل، علما أن هؤلاء الأطفال يتسممون، وهذا أمر غير مشروع وهذا قاتل، لأن الناس يقتلون منذ 50 عاما. رأينا أطفالا في الأمازون يموتون من السرطان لأن النفط لوث المياه والأراضي، ومن الصعب علينا أن نتصور مستقبلا فيه أمل مع كل ما يحصل. ولكن في أراضينا لدينا جمال خارق. أنا آتي من الأمازون حيث لا طرقات، حيث الطبيعة جميلة، ونحن محاطون بغابات يافعة وخضائر، ومن الممكن أن نواصل الحفاظ على الطبيعة. وحين نفكر في الحلول، الطبيعة يجب أن تكون محور وقلب هذه الحلول، لأننا إذا لم نحمي هذه الغابات فلن يكون لدينا أي فرصة لمواجهة تغير المناخ. بدون حماية الشعوب الأصلية لن نتمكن من تجاوز تغير المناخ. ما زلنا موجودين، ما زال عندنا شعوب أصلية ملتزمة، والتزامها يتجاوز أي التزام. هنا نسمع هنا بالتأكيد يوجد أمل، وسنواصل هذا العمل. شكرا جزيلا. هيلينا، شغفك وحقيقتك هما أن الشعوب الأصلية هي التي تحمي العالم، وهي حارسة الجزر والبذور، وهذا السبب من الممكن رفع تحدي تغير المناخ. إذن نحن أمام تحدي، نستطيع أن ننتقل إلى الأزمنة الجميلة، يبقى الطريق طويلا كما قالت راكل، ولكن يجب أن نحرك الأجندة. فالفكرة ليست في مجرد التزامات الحكومات، بل يجب أن تحترم هذه الالتزامات بحيث نحرص على الوصول إلى المستقبل الأمثل. أنا كنت في غلاسكو، لقد تأثرت. إذا نتكلم عن 2.5